أعلن وكيل الأزهر الشريف عباس شومان نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 63.81%. وأضاف شومان خلال مؤتمر صحفي أن الأزهر نجح للعام الرابع في منع تسريب الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لضبط العملية الامتحانية. وتوجه وكيل الأزهر بالشكر إلى وزارتي الدفاع والداخلية لدورهما في تأمين امتحانات الأزهر. توجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وجميع من ساهم وساعد في إنجاح امتحانات الأزهر. ليس جديدا عليكم أنكم جميعا تتابعون أن هناك جهود كبيرة تبذل لضبط العملية الامتحانية في الأزهر. وأعتقد أن شكل الامتحانات في مصر الآن تغير عما كان عليه قبل 4 سنوات فقط، وأصبحت الصورة تختلف اختلافا كبيرا. وأعتقد أن الذي بدأ هذه الجهود هو الأزهر الشريف. نحن الآن بإعلان هذه النتيجة نعلن معها أنه استمر للعام الرابع منع تسريب الامتحانات.